بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة بيجان بيو بيرماكولتور للزراعة المستدامة. كيف نقوم بوضع سياج للدجاج؟ هذا هو السياج الذي وضعناه للدجاج بهذا الشكل، تلاحظون، ووضع شبكة من فوق السياج ليصل العلو إلى مترين تقريبا ونصف، حتى لا يستطيع الدجاج المرور إلى الجهة الأخرى. قبل وضع السياج يجب أولا وتركيب الأعمدة، وقد وضعت فيديو خاص لعملية تركيب الأعمدة بدون إسمنت مسلح. هذه هي الأعمدة ووضعت عليها السياج. إذن كيف نقوم بوضع هذا السياج؟ هذا ما ستشاهدون في هذا الفيديو، فمرحبا بكم، فأهلا وسهلا بكم، ونلتقي بعد هذا الفاصل. إذن عملية وضع السياج هي عملية سهلة جدا، يكفي أن تنتبهوا للطريقة. Thank you.
وإذا كان الإنسان لا يتوفر على هذا التراب الأبيض، ممكن أن يعيد التراب نفسه الذي حفر به. نعيد نفس التراب الذي قمنا فحفرناه نعيده. إذا صار الدجاج محجوزا عن المنزل وعن مرافق المنزل، وحتى لا يأتي إلى هذا المكان. ونحن نعرف بأن الدجاج يسبب تلاشي كبير للمزروعات المنزلية. وطبعا وضعت المدخل والمخرج من هنا، هذا هو المدخل أو المخرج. من هنا أدخل إلى الدجاج، إلى حظيرة الدجاج. من هنا أدخل، وهذه هي الحظيرة. ميغو، أتمنى أن تكون الحلقة قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وبذلك ننتهي، وإلى حلقة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.